أعزائي المشاهدين مساء الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد. أعاده الله على مصر وعلى العالم الإسلامي باليمن والبركات، ونستغل بإرسال التحية لكل المسلمين في بقاع الأرض ومشارقها ومغربها. النهاردة إن شاء الله عودة إلى برنامجنا المعتاد كل يوم خميس، حكاية ووطن. النهاردة طبعا معنا الزميلة الإعلامية في الفقرة الأولى الأستاذة نادية ترك، أهلا بحضرتك يا فندم. ومعانا طبعا من الضيوف من الشمال الاستاذه سماح سيد، اهلا بحضرتك. معانا ايضا الاستاذ ايمن حنفي، منور الدنيا يا فندم، وكذلك الاستاذه شيماء احمد، منور الدنيا. نستغل هذا اللقاء ببدايه مع الزميله الفاضله الاستاذه طبعا الجميله الاعلاميه ناديه ترك، اتفضلي يا فندم. حكايه ووطن، من كل مكان حكاية، والنهاية وطن. هنوصل صوتك، هنكون سكوتك في حكاياتك وطن. في إعلامنا رسالاتك، لعمرنا نشوف الخوف ولا الذل. إعلامنا من كل مكان، بنحكيها مع حكاية ووطن. أهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد وبرنامجنا حكاية ووطن. النهاردة إن شاء الله يعني هنتكلم على العمل التطوعي في كل المجالات بإذن الله من الأعمال التطوعية الخيرية. معنا الأستاذة سماح السيد، أستاذتي الجميلة. بطرح عليك سؤال طبعا جميل. أنا بشوفك دايما في العمل التطوعي منفردة ودايما يعني سباقة بالخير، ماذا يعني إليك؟ الحمد لله، أنا من 14 سنة أنا كنت بتكرم الأم المثالية، وكانوا بيطوعوني للأطفال الظاهر المهن، وكنت بجيب لهم وجبات ولعب وكنت بفرحهم. فأنا حبيت الموقف دوت، حبيت أني أنا أتطوع بيه لشخصي لوحدي، لكل الناس يعني حبايبي وضيوفي أن هم يجوا ينوروني، بدل ما أنا أكون معزومة في قلب الحفلة، لا يبقى الحفلة دي بتاعتي أنا، أني أنا حاسة أن هم أولادي، إن هم عزوتي، أنا أحب إن أنا أفرحهم، أحب إن أنا أساعدهم. فعشان كده أنا اتطوعت، خدت العمل التطوعي للخير لشخصي أنا ومن جيب المال. يعني الحمد لله فضل ونعم من عند ربنا، أنا ما بطلبش من حد أي حاجة، الحمد لله. ربنا يكرمك ويجعلك في ميزان حسناتك، والله حاجة جميلة ومشرفة. يعني التجارة مع ربنا قبل كل شيء. حاجة جميلة والله، اتفضل. طبعا من العمل العام والعمل التطوعي والعمل الخدمي فروقات. ناس كتيرة جدا بتدخل الحابل على النابل، وطبعا بما انه هذا العمل التطوعي الخيري المتجه لوجه الله سبحانه وتعالى، النهارده بقى معانا ضيفة يعني انا فوجئت ان هي احد قضاة مصر الواقفين، المحامية الجميلة الأستاذة شيماء. مرحب بيك. مرحب بحضرتك. استاذ شيماء، النهارده انا عرفت ان حضرتك محاميه طبعا وعلى راسنا من فوق، وفي نفس الوقت بتنهجي نهج العمل الخيري. ايه اللي بتحمله رسالتك للشارع المصري وللمحامين والمحاميات ولكل ذو الهمم يعني وذو العمل يعني؟ اولا بشكر حضرتك، بشكر الاستاذه ناديه. ثانيا انا حابه العمل الخدمي او العمل التطوعي، العمل الخيري الجميل. بنساعد الناس مش شرط في المحاماه بس، احنا بنساعدهم في كل حاجه. بنساعد لو حد في اي مكان محتاج اي حاجه، زي مستشفيات، اقسام، تدوت، كل ما يخص الدوله عامه، في اي حاجه تخص المواطن داخل الدوله بالظبط كده. تمام. بنقدر الحمد لله نساعده. بس تمام، يعني دي نقدر نقول هي رساله انسانيه. ايوه، منبعثه من كيان عاشق للخير بدون اي طبعا اي ماديات ولا اي رسوم ولا اي حاجات زي كده، ولكن العمل عمل تطوعي خدمي خيري متوجه لله سبحانه وتعالى. ايوه يا فندم، خلال 24 ساعه لو اي حد محتاج اي حاجه في خلال 24 ساعه. الحمد لله بنكون متواجدين، واخواتي طبعا معايا. والله انا ان شاء الله يعني هيبقى فيه طبعا لسه الحوار له بقيه ان شاء الله. اتفضلي يا استاذه ناديه. استاذ ايمن، عايز اسال حضرتك، طبعا حضرتك اكيد طبعا يعني الفكره اللي جات لك بالنسبه للعمل التطوعي يعني جات لك ازاي؟ اشرح لي. هي الفكره ان احنا كنا من فتره بنزور حد من الاصدقاء،
واحنا بنزوره فوجدنا في حد بيطلب استغاثه من التمريض ان هو معاهم حاله ومش عارفين يتصرفوا. طبعا التمريض خدوا الحاله يعني انت كنت حضرتك متواجد في المكان ده؟ كنت كنا بنزور حد من الاصدقاء. تمام. فالفكره بقى ابتدت من هنا ان احنا عايزين نساعده. انا والاستاذ شيماء نزلنا وكان بيخلص اوراق ساعدناه ان احنا نخلص له الورق. وطبعا المسؤول المستشفى رحب بينا ويعني عمل كل حاجه للمريض. البدايه بالنسبه له بقى ان دفعتك على طول ان انت تفكر في الفكره ابتدت من عامل انسان يعني هو ده اللي دفع. هي الفكره ابتدت من هنا نعمل كده ونساعد الناس لوجه الله مش اكتر. دي كانت بدايه الفكره عند حضرتك؟ دي بدايه الفكره. لينا كلنا بالك قد ايه يا فندم فيها؟ سنتين. اثمرت بحاجه كويسه؟ بحاجات كتير يعني استفدنا وفيدنا ناس يعني. تمام. استفدنا منها احنا كتجربه عملناها ولقيناها كويسه جدا ويعني تجاره مع ربنا. نقدر نقول النهارده العدد اللي وصل له مجموعه العمل الخيري بتاعتكم وهي خاليه تماما من فكر جمعيه او مؤسسه خارج اي جمعيه ولكن ده عمل انساني فردي لله سبحانه وتعالى. طبعا. هل هذه الفكره سمعت في مناطق اخرى فعملتوا ملحمه جميله تعاونيه؟ طبعا. سمعت الناس كمان بتتصل بينا وبتطلب منها ان احنا نقف معاها حتى لو مش عايزين مننا حاجه بس كفايه ان احنا بنقف معاهم وبنخدمهم واحنا طبعا ما بنسيبهمش ما بنسيبش اي حد. تمام. نرجع تاني بقى للاستاذه ناديه والاستاذ سماح. استاذه سماح حبيبتي نقول عليها بنقول عليها ماما سماح والله بيطلق عليها ماما سماح من كتر العمل الخيري للاولاد. ماذا يمثل الطفل اليتيم بالنسبه لماما سماح؟ والدته. انا لسه بقول ماما سامح. انا عايزه بقى ايه المواقف اللي حضرتك بقى ايه بنيتي منها ايه ببقى فرحانه وانا في وسطهم ببقى عايزه اروح ابص عليهم كل شويه بس اللي حاكمني شغلي ببقى عايزه اعمل لهم حفله كل اسبوع مره. انا فعلا كنت لسه هسالك السؤال ده حضرتك فعلا اليوم اليتيم معروف كل جمعه من ايه من ابريل لا. بس احنا انا شايفاك انا رحت فعلا كذا مكان معاكي وكان حاجه وكان تقارير جميله جدا وكنت مبسوطه ان ليكي يعني ما فيش يوم واحد محدد للاحتفال باليوم اليتيم. لا, لا 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 وعلى فكره ما كانش ايتام فقط انا برضو وصل معايا المراه المعيله وغيرها حضرتك. أيوه. بس اطلقي الكلام دوت علشان يبقى رساله للناس. اتفضلي. الحمد لله انا بساعد بعمل قرارات في المستشفى نفعت الدوله وقتي علاج مجانا عمليات مجانا بدون اجر الحمد لله فضل ونعم عند ربنا. بساعد ارامل بساعد مطلقات بعمل معاش تكافل وكرامه. بساعد حالات في لو في نص الليل بيتصلوا عليا بضطر ان انا انزل واقف معاهم واعمل معاهم العمليات واقف معاهم في العمليات لحد ما هم يدخلوا الغرفه بتاعته. اديني بقى ايه اخر موقف معاكي كان مؤثر جدا الموضوع ده كان مهم جدا انا سمعته طبعا عايزه بس الناس تعرفه. في بنت ضريره من ذوي الاحتياجات الخاصه باباها كان مسجون في سجن ابو زعبل وانا رحت له زياره فعلا بالفعل وراحت قالت لي يا طنط انا عايزه بابا يطلع كان داخل علينا عيل صغير. قلت لها عينيا الاثنين حاضر يا حبيبه قلبي وعد مني قدام ربنا ان شاء الله انا هطلع لك بابا بعون الله. وانا سعيد وقدمت له عفو لسياده الرئيس مشكوره جدا الحمد لله فضل ونعم من عند ربنا. ونشكر سياده النائب طارق الخولي قدم لي عفو والحمد لله طلع في العيد الصغير اللي فات يعني انا قضيت الرساله بتاعتي اللي فعلها. وهنا نقول نعود الى شيماء مره ثانيه القاضيه الواقفه محكمه هحكمك بقى قدام الناس كلها. من المعروف طبعا ان اكيد بما انك محاميه فبيتردد عليكي حالات متنوعه كتير قوي. انت كسيده او كامراه كيف تعيشي هذه الحالات ولو حد اتصل بك في ساعات متاخره من الليل؟ اذا حد اتصل بيا في ساعات متاخره من الليل بنزل طبعا بنفسي ان شاء الله باذن الله. لما بيكون جوزي اجازه بينزل معايا. مشكورا. تمام. وهو انا اعتبر يعني ان احنا بنوجه له شكر طبعا. شكرا خالص ان هو فعلا بيساعدني وبيشجعني على ده مش بيقول لي على حاجات فيها خير لا خالص. واذا مش موجود فاخواتي طبعا هم اللي بيقوموا بالعمل دوت استاذ ايمن واستاذ سعودي المناعي مجموعة الزملاء اللي حواليكم والخيرين بالظبط كده احنا خمسه اخوات بنتحرك في كل مكان مع بعض وبنكمل بعض والحمد لله مفيش حاجه بتقف قدامنا. تمام ما شاء الله حاجه جميله. نعود مره استاذ ايمن. استاذ ايمن
انا عايزه بقى حضرتك توجه لي كلمه للناس كده، يعني رساله بقى، لا يعني عشان كلنا لكل الشباب اللي زيك. هو يا ريت الشباب تعمل زي ما احنا بنعمل، ومش شرط مش الشباب بس يا فندم، الشباب والناس اللي انا عايزه بقى كل الفئات. الفئه مثلا طلعت معاش بتحب ممكن تخدم برضو معانا، مش شرط المحامي، الشاب العادي، مش مجال واحد يعني، يا ريت تخدمه في كل المجالات، وده هتبقى حاجه كويسه جدا. طب الجروب بتاع حضرتك او المجموعه الجميله بتاعت حضرتك لا فيها اسم او ليها كيان؟ لا، هو احنا مش بننتمي لاي كيان، بس هو يعني عاملين جروب، ده حاجه جميله. عاملين جروب كده للناس اللي يعني بتجروا مع الله سبحانه وتعالى، كلنا ايد واحده بدون وجه بدون مقابل، اجر الله سبحانه، اجر رجلنا على وجه الله لوجه الله. فالجروب ده لسه صغير، فمن فبيجي لنا عليه مثلا حد عايز حاجه، حد عايز مثلا. طب الحاجه دي بتطلع ازاي؟ يعني مثلا في حاجات بتطلع يعني من ذاتيه زي ما بيسموها، كلمه ذاتيه يعني بدون تكلفه خارجيه ولا احنا بنكلفها. ازاي مثلا بنحاول نعالج حاله، او ازاي بنساعد حاله؟ هل بتلموا من بعضكم؟ يعني الموقف بيبقى ازاي؟ لا، هي الحالات بتبقى اللي محتاج مثلا علاج على نفة الدوله، وننزل معاه ونساعده ونوجهه للمستشفى. يعني بتتواصلوا مع الجهات الاداريه في المستشفى؟ ده حاجه جميله جدا، ده شيء عظيم. طب بتتابعوها بعد كده يا فندم؟ طبعا بنتابعها. يعني ولا خلاص قضيت المشكله وبعد كده خلاص انتهت؟ وهم كمان بيتصلوا بينا لو معاهم اي مشكله تاني، يعني بنساعد بعض. جميل. اكيد الناس ديت ما زالوا متواصلين مع حضرتك؟ طبعا تمام. بالنسبه طبعا كنت استاذه سماح برده، خلاص يوم 22 الجاي اطلق بقى علينا السهر. طبعا ده حاجه جميله جدا. يوم 22 طبعا، يوم 22 هو لقاء عظيمات مصر واحتفاليه فرح عرس جماعي لليتيمات، بتقوده طبعا يقوده الاستاذ جابر المهدي طبعا الاعلامي المحترم، وتحت رعايه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وده الكلام ده يتعمل في نادي الشرقيه للدخان اللي هو في العمرانيه، اللي هو في شارع خاتم المرسلين. هيكون في زواج اكثر من 30 عروسه، اسمهم عظيمات مصر، وده طبعا هيبقى تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان شاء الله تم تجهيزهم من كل حاجه. وبندعو على الملأ هو اللي حابب يحضر الفرح ويحاول يعني يجي يشارك معانا، يشارك معانا فرحه الايتام البنات الجميله. طبعا للاستاذ جابر المهدي على سعيه وفريق العمل المعاون، لان دول بجد بيقدموا حاجه عمليه ميدانيه، بيكملوا بعض، سواء بقى من جانب جيزاوي او جانب بحراوي او جانب اسكندراني او اسيوطي او سواجي، في الاخر كلنا جانب وطني لله سبحانه وتعالى، جانب وطني. تمام. نعود للاستاذه شيماء مره ثانيه، ايه اللي ابكاك يوم وما زالت الدموع مستمره؟ كنا في مستشفى خاصه، وكنا برضو في زياره انا واستاذ ايمن، وفي طفل اتولد والبيبي ده نزل توفى في نفس اللحظه. كانت البكاء. ايوه طبعا، دي كانت حاجه مؤلمه جدا، لان مامته كان بقالها اكتر من 10 سنين مش بتخلف، وبعديها طبعا ازاي تجيب بيبي والبيبي اتوفى، دي طبعا كان صدمه. طبعا بالنسبه لامه، احنا يعني وقفنا معاهم اكن احنا معاهم من الاول، او احنا عارفينهم. عشتوا بكائهم؟ طبعا عشتوا بكائهم. طبعا. تمام. هل في قضيه جات لك من حد غلبان وقفتي معاه؟ طبعا. قضيه بقى حكوميه او محكمه او علاقه ورق ومستندات قانونيه؟ ده كتير. تمام. كتير جدا. وبالنسبه كمان للعمليات اللي على نفقه الدوله دي، احنا بنخلصها طبعا في ثانيه الا ثانيه زي ما بيقولوا. بفضل يعني نوجه دعوه لكل المشاهدين طبعاً يا جماعه طبعاً. اي حد محتاج عمليات على نفقه الدوله ان شاء الله باذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى. واحب اشكر طبعا وزير الصحة، واحب اشكر مديرين المستشفيات المحترمين اللي بيقفوا معانا وبيسهلوا لنا الدنيا جدا جدا جدا. هل العمل بينطلق يا استاذة سماح على 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 المستشفيات فقط، ولا في عمل خدمي اخر؟ لا، عمل خدمي اخر كله. زي مثلا يعني ندي للناس عينه برضو، عشان انا عامله بروتوكول في معمل البرج تخفيض 50% وليا في اسكان وجامع اسكان لاشاعات، وعامله بروتوكول في جميع مستشفيات خاصه بالعفو للحالات اللي هي لا غير قادره. الله يبارك لك. تمام الحمد لله، يعني فضل الله من عند ربنا. نعود مع الاستاذه نادية. الاستاذه ايمن بقى اتفضلي. يعني انا عايزه اقول للاستاذه بس سماح سؤال. ماشي استاذه سماح، صرخه بقى وجهيها، يعني تعبتك جدا جدا، اتفضلي. صرخه
صرخة والله في حالة اتصلت عليا، انا طبعا سايبة رقمي على الصفحة، ومن ضمن العمل الخدمي في ناس اتواصلوا معاهم واتصلوا بيا الساعة 9 الصبح زيادة عن 15 مرة. الحالة ديت اصلا اصابة بعربية في 6 اكتوبر، في 6 اكتوبر تمام، وهي رايحة شغلها. طبعا حالتهم اتدمروا، فراحوا اتنقلوا الى مستشفى القصر العين القديم. تمام. فلقيتها بتكلمني بتقول لي يا استاذه احنا ما فيش اهتمام بينا هناك، وما حدش دخل علينا، ما حدش اسعفهم ولا اي حاجه، ولا اسعفنا معانا. الكلام ده امتى يا استاذ؟ الكلام ده امبارح. يعني الحاله دلوقتي موجوده فين؟ موجوده في القصر العين القديم. وهل تم استغاثتها ولا لسه ما زالت؟ لا يعني لسه. وانا طلبت قلت لها اطلعي لمدير المستشفى واديني التليفون اكلمه، قال لها انا مش بتواصل مع حد، اللي عايز يتواصل معايا يتواصل على تليفوني الخاص. يبقى نداء لمعالي السيد وزير الصحة والسيد رئيس جامعه القاهره والسيد عميد كليه طب جامعه القاهره. تمام. في القصر العيني طبعا. تمام. يا ريت يبصوا للحاله ديك، او طبعا زيها كتير، ولكن احنا بنقول الحاله اللي لمسناها اللي هي استنجدت بينا. تمام. معنى الاصح اللي هي استنجدت بينا ان احنا في العمل التطوعي الخدمي، استنجدت بيا ان انا انقذها، يعني ان هي ايه حياتها مش قادره يعني خلاص. يعني دي نداء نعتبره على لسان حضرتك، وبرضو من بعض اهلها اللي هم مش متواجدين. يا ريت يبصوا للحاله ديك، وممكن نعرف الحاله دي اسمها ايه مثلا عشان لو والله انا ما سألتش على اسمها، بس هم بعتوا لي التقارير بتاعتها كلها والاجراءات كلها بتاعتها والحادثه كلها باجراءاتها بورقها وتصويرهم في قلب المستشفى. يعني كل الاجراءات معانا. تمام. يعني كده بنقول ان شاء الله، يعني احنا بنقول يا رب كده ان شاء الله يتم شفاها، ورب تروح لبيتها سليمه ويشفي كل مريض. نعود للاستاذ ايمن مره ثانيه. اتفضل يا استاذ ايمن. استاذ ايمن، عايز اقول لحضرتك بالنسبه للطفل اليتيم، وقابلتك طبعا حالات كتير من الموضوع ده. طبعا. طيب اديني حاله بس من الحالات اللي انت يعني مستثناه معاك، يعني يكون عندك مثلا بتفكر مثلا لحد دلوقتي بتتبناها او بتدي نداء للناس تكون زيها مثلها. يعني زي في حاله كان صديق عمل حادثه من فتره وتوفى يعني، وساب بنتين وزوجه. فاحنا احنا واصدقائنا واصدقائه في الشغل، فبنحاول نساعد بناته وبنساعد الزوجه. شيء طيب طبعا. جميل. والله احنا في رساله نحب نوجهها لحضراتكم، يا ريت كل قلب طيب يدور على القلب اللي محتاجه، لان الخير فيه وفي امتي الى يوم الدين. احب بس ابلغ رساله حلوه، وخاصه مفاجاه اللقاء. كانت السيده وزيره التضامن الاجتماعي مشكوره مع دوله معالي رئيس الوزراء، مشكورا تابعوا الحلقه الاولى وهي حاله المعاقين. صدر قرار اول امبارح، وطبعا الكلام ده موجود على كل صفحات، ان هو تم عمل 100 ملف وبطاقه خدمه متكامله للمعاقين، وان شاء الله باذن الله مستمرين باذن الله سبحانه وتعالى. في مشكله ثانيه بس ردا على انقطاع التيار الكهربي. أيوة. وده كانت رساله رئيس الوزراء موجوده طبعا ومعايا على الخاص. يعني يا جماعه طبعا في ضغط زايد، درجه الحراره، تقليل من الغاز، وده طبعا كلامهم، وسبب الصيف الكبير، وسبب تشغيل التكييفات، وسبب تشغيل حاجات كتيره جدا الضغط بيحتاجها، فهو ضغط. والكلام ده هيستمر لمده يوم نص الاسبوع اللي جاي، وان شاء الله باذن الله تحل الازمه بتاعت الكهرباء، عشان طبعا دي شكاوي كتيره جدا من كل المناطق. وطبعا احنا بنعتبر نفسنا لسان حال المعادله ما بين كافه الاجهزه، وطبعا مصر تخصنا في الاول وفي الاخر. في رساله تانية، في رساله تانية مهمه جدا بنحب نوجهها لحضراتكم. في رساله تانية بنحب نوجهها لحضراتكم، يا ريت لكل شباب مصر وكل فعات الخير في مصر وفي كل منطقة، نتوجه للناس الغلابة ونحاول اللي مش قادر يعمل حاجة يحنوا عليهم ولو بكلمة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تبسمك في وجه أخيك صدقة. والله الابتسامة، وإن احنا نجبر بالخاطر ولو بالكلمة ولو بالمعلومة ولو بالإفادة ولو بالمساعدة، ولو ما قدرتش يا عم بكلمة طيبة، وحاول تزق عجلة الخير مع الناس
علشان تفضل الكلمة الحلوة هي اللي باقية لك حتى بعد الممات. مفيش إنسان بيموت إلا والخير طبعا مكتوب له وربنا سبحانه وتعالى بيسكن له كل صغيرة وكل كبيرة. وبنقول للناس كلها طبعا. الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين. ياريت كلنا نحب بعض ونعمل الخير لبعض. كان معانا نماذج جميلة جدا زي ما حضراتكم تفضلتم معانا، وطبعا هم جواهم كتير والعمل أكتر. هذه نماذج بجد نموذج محترم لأولاد مصر الحقيقيين، مش الناس اللي متضيع وقتها ومش مكبرة دماغها ومش مهم تساعد حد ومش مهم مش عارف ايه، يا عم فكك ويا عم مش عارف، لا ده ناس قالت انا هتاجر مع ربنا، هتاجر مع ربنا بعمل الخير لوجه الله، ماليش دعوه باي حد، ماليش دعوه بمسميات، اللي هقدر اعمله حتى ولو هشيل طوبه من الشارع هعملها، لو هقدر اقول كلمه حلوه هعملها، لو هقدر اساعد في علاج مريض، هقدر احنو على طفل يتيم، هقدر اساعد مع جهه معينه، اشيل الهم من على بعض الناس، فده حاجه مشكوره ومحموده. وطبعا يا رب كده، يا رب كلنا قلبنا يكون على قلب بعض لوجه ربنا سبحانه وتعالى. استاذه نجيب طبعا انا بشكركم جدا جدا، وحاجه سعيد، انا سعيده جدا، العمل التطوعي ده لعمل خيري لوجه الله، واجركم ان شاء الله هتلاقوه يعني بوفره مع ربنا سبحانه وتعالى. واحنا بندعو طبعا كل مصر وكل الشباب، كل الفئات بقى، مش هقول بقى ايه شاب، مش هقول حد كبير حد لا، بنت ولد شاب امراه رجل، كلنا بنسعى لوجه الله، والكلمه فعلا بتبقى صدقه، والابتسامه في وجه اخيك صدقه. نشكر الاستاذ الجميل الاستاذ ايمن، اهلا بيك ومتشكرين جدا لحضرتك، وطبعا اثرتنا. استاذه سماح السيد متشكرين جدا جدا لحضرتك، ويا رب يديم الخير عليكي. استاذه شيماء المحاميه الجميله المتألقة متشكرين جدا، ويا رب كل دايما كل الخير وكل الخير لنا ولكم وربنا سبحانه وتعالى. استاذن حضرتك احب اوجه رساله، اتفضلي. بالنسبه لاي حد يا جماعه محتاج اي حاجه واحنا في ايدينا نعملها، احنا ارقامنا مع كل الناس، في ناس كتير جدا معاهم ارقامنا. احنا مستعدين البرنامج ننزل الارقام بتاعتنا، واي حد محتاج اي حاجه باذن الله نقدر ان احنا نساعده فيها. تليفوناتنا عشان في حاله هنسافر لها الفيوم اللي هي حاله حور، تمام. هي محتاجه الكرسي المتحرك، وعايزه توجه رساله لسياده الرئيس ان هي عايزه تقدم طلب تبع حياه كريمه عشان تتعالج ان شاء الله. كنا معكم في الفقره الاولى ونشكركم، والى اللقاء في الفقره الثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله. المشاهدين رجعنا لكم تاني في الفقرة الثانية من برنامجنا حكاية ووطن. النهاردة في الفقرة دي معايا الزملاء الأفاضل الإعلامية شهيرة الفيشاوي، أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. ومعايا الإعلامية الجميلة العائدة بعد مرض الأستاذة شيرين قضنيل، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك أستاذ عاشور. وطبعا بيسعدنا النهاردة معانا الدكتورة طبعا الجميلة وفاء مصطفى، أحد ابرز محفظ القران الكريم في مصر. جزاك الله خير يا دكتور، ربنا يبارك فيك يا وفاء مصطفى البغدادي. تمام، ربنا يبارك فيك. أهلاً يا رب. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا احنا من دور القران رسالات، وللقران كل التحيات. النهارده طبعا هنبدا بالاستاذه شهيره الفيشاوي عشان تبتدي تتحاور مع الدكتوره مها البغدادي، اتفضل. مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين الكرام، وسعيده النهارده بوجود حضرتك الدكتوره وفاء البغدادي، شرفتينا النهارده في الاستوديو. اهلا بيكي. وحضرتك صاحبه دار اسمها دار عائشه، السيده عائشه صح؟ ايوه تمام. طيب ايه سبب ان احنا سمينا الدار باسم السيده عائشه؟ تمام. وايه يعني عاملين انت ايه فكره ان انت تعملي دار لتحفيظ القران؟ والله الفكره جات لي من الاساس، كان هدف شخصي وهدف اجتماعي.
وهدف خدمي يعني. الهدف الشخصي بصراحة ان انا كنت دايما يعني بتطلع لعمل عمل يفضل يعني مستمر بعد الممات، صدقة جارية ليا. وطبعا العلم ده من الصدقات الجارية. وكنت بسعى للخيرية طبعا، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفكرة التنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وانت عارفة بقى طبعا واحد بيحب نفسه وطمع في الخير. واحنا عارفين ان اعلى درجات الجنة كما يقال يعني ان اعلى درجات الجنة بعدد ايات القرآن الكريم اللي هم يعني 6236 آية. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ان يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بالنسبة للهدف بقى المجتمعي، هو خدمة المجتمع طبعا، لان احنا عارفين ان اغلب دور تحفيظ القرآن يعتبر يعني شغالين بمنهج خاطئ للأسف. احنا عايزين نرجع بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام ايام الوحي. احنا عارفين ان الوحي النبوي ربنا سبحانه وتعالى انزل الوحي في نسختين، نسخة مكتوبة ونسخة منظورة. النسخة المكتوبة اللي هي القرآن الكريم، والنسخة المنظورة اللي هي السنة النبوية. فاحنا عندنا القرآن الكريم وعندنا السنة النبوية منظورة في افعال النبي عليه الصلاة والسلام واقواله. المفروض ان احنا النبي هو قرآن يمشي على الارض، فيبقى معنا النسخة المسطورة والنسخة المنظورة. طبعا اغلب دور التحفيظ ما بيهتموش بالنسخة المنظورة او ب يعني تحقيق الاهداف الهدف نفسه من ارسال الوحي، لان المفروض ارسال الوحي دوت عمل. قبل الحفظ بيبقى فيه عمل. حفظة القرآن هو المفروض اللي هم العاملون بما فيه. مش ممكن يكون حد من اهل القرآن الا لازم يكون عامل بالقرآن. يعني انا لو عندي شخص حافظ القرآن لكن ما بيطبقهوش لا يعتبر من حفظة القرآن او من اهل القرآن. صحيح. ولا من اهل القرآن ولا من خاصته، بالعكس، بل ممكن يكون زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اول من تسعر بهم النار. تمام. فاحنا طبعا مش عايزين كده. فاغلب دور التحفيظ شغالين على تحفيظ القرآن من غير تحقيق الهدف الاساسي والمنهج الصحيح لتعليم القرآن ايام النبوة. صحيح. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيتعلموا العشر ايات وبيعملوا بيهم، يعني يعملوا بالعشر ايات ويحفظوها وينتقلوا لغيرها. فده المنهج النبوي اللي احنا عايزين نوصله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب يا دكتور طيب يا دكتور النهارده انا عايزه اعرف ايه الفرق بين دار القران السيده عائشه واي دار تانية؟ يعني انا كأم ليه اودي طفلي عند حضرتك مش عند اي دار قران اخرى؟ طبعا احنا في دار السيده عائشه علشان نواكب العصر طبعا ونبقى متطورين وما نبقاش زي اي دار تحفيظ. انت عارفه احنا دلوقتي في زمن التطور العلمي والسوشيال ميديا، واغلب اطفالنا كلهم متعلقين بالسوشيال ميديا، اكيد حاطين اساليب جديده. لازم يكون في اشياء تجذب الاطفال طبعا مع القران. طبعا القران لوحده طبعا جميل وكل حاجه، لكن انت عارفه بقى النظره بتاعت الشباب بقى عايزين التطور. مواهب عايزين طبعاً. مواهب عايزين تطور، لازم نواكب العصر، لانك لو ما واكبتيش العصر الناس هتنصرف عن القران اكيد، لان طبعا مش يعني اي حد. اذا هنا في سياسه جميله انتم مستخزنها لجذب الاولاد طبعا في تفعيل دور الحفظ بما تاتي من برنامج واساسيات علشان توصل الولد نفسه او البنت يعني لاعلى درجه محبوبه وهو يحب الشيء نفسه. طبعا اولا احنا نفسنا كنا واخدين كورسات كتير في التنميه البشريه وكيفيه التعامل مع الشباب ومع الاطفال. انا شفت طبعا ما شاء الله نتيجه في المؤتمر اللي فات اللي كان معمول بحضور البنت الجميله اللي اسمها مريم. وادت اداء الله اكبر يا جماعه، كان رائع جدا. انشاد ديني والقاء ما شاء الله على اعلى مستوى، جميل جدا يعني احنا فخورين بيه. عندي بحب اشجع المواهب طبعا. اولى المواهب عندنا اللي هو موهبه الانشاد طبعا، الانشاد الديني طبعا. الخطابه بنشجع جدا المواهب ديت. وعندنا مواهب تانية، احنا دخلنا الرسم قبل كده في عمل الدار المواهب، لان انت عارف العلاج في دراسات حديثه بتقول لك ان في علاج بالفن. نعم. نعم. وفي ودخلنا اشغال يدويه ما شاء الله، فكل الحاجات دي بتجذب الاطفال، بتدمجي كمان الحاله مع الحياه علشان تقدر في الحياه، لان اصلا القران المفروض ان القران اصلا منهج حياه. القرآن مش مجرد كلمات مكتوبة، وده اللي احنا عايزين نوصله للناس. القرآن هو منهج حياة، يعني هو داخل في كل أساليب الحياة. ده هو القرآن نفسه بيعلمنا، يعني مثلا بيعلمني ازاي اكتب،
يعني احنا الكتابه نفسها اساليب الكتابه وهو ربنا اول ما نزل القران سبحانه وتعالى قال له اقرا ودي كانت فريضه يعني سبحان الله. فعلا في اولاد دلوقتي في العصر الحالي وصلت لثالثه اعدادي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي مشكله كبيره ما بيعرفوش يكتبوا. ما هي دي مشكله انا عايزه اقول لحضرتك ان دي مشكله بواجهها في الدار، ولانها في صميم عملي انا احيانا بيتقدم لي معلمات معلمات ومش متقنين للقراءه ولا الكتابه. طبعا احنا تخصصنا بما ان احنا بنتعامل مع القران مباشر، القران هو اقوى شيء طبعا لتعليم القراءه والكتابه، ولانه في زياده عن القراءه العاديه في احكام تلاوه. فاحنا بنتعامل مع القراءه باسلوب دقيق جدا. فانا من خلال عملي صراحه اطفال بيبقوا في الاعداديه في الثانوي بيبقوا خريجين جامعه، بيتقدم لي ناس شغالين اصلا ويقول احنا بنعلم وبندي في مدارس وكده ومدارس انترناشونال، واجي اعمل انترفيو واختبر ما صراحه. طب ايه النصيحه اللي حضرتك تنصحيها لاولياء الامور اللي عندهم اطفال في سن صغير تقول لهم بيها نبتدي مع الولاد دول ازاي، او السن الانسب ان احنا نبتدي بيه تحفيظ القران؟ والله احنا عندنا في مع القراءه احنا والله عندنا في مركز التحفيظ، بالنسبه طبعا عشان احنا ترخيصنا تبع الازهر الشريف فالازهر سمح لنا ان احنا نستقبل الاطفال من سن 4-5 سنوات لحد 18 سنه، وكان لحد السنه اللي فاتت لحد 15 سنه بس، دلوقتي بقى لحد 18 سنه. فطبعا احنا كمان من ضمن الانشطه بتاعتنا ان احنا بنعلم القراءه والكتابه اساسي بالذات لضعاف القراءه والكتابه، لان في ناس كتير بتيجي تطلب مننا ان اولادهم بيبقوا ضعاف، فبنضطر ان احنا نعمل حلقات طبعا تعليم القراءه والكتابه، وده يتواكب كمان مع المشروع الوطني اللي علمني اقرا افهم اللي بيعمل دمج تفكيك تعليم القراءه للاولاد اللي هم الغير قادرين ضعاف القراءه والكتابه. ايوه تمام. انا اسرع معانا في حفظ القران الولاد ولا البنات؟ والله بالنسبة للتجربة العملية اللي احنا شفناها صراحة البنات بتبقى أصفى ذهن من أولاد، الأولاد أغلبهم بيهتموا طبعا بأنشطة تانية، بيبقوا مشغولين كتير جدا بحاجات تانية، فالبنات مجتهدات جدا. وعندي اتفضلي. هل بيجي لحضرتك أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يقدروا ان هم يحفظوا قران؟ حضرتك ازاي بتتعاملي معاهم؟ ازاي بتقدروا ان انتوا تدخلوا لهم القران كماده يقدروا ان هم يستوعبوها ويفهموها ويحفظوها وبعد كده ان هم كمان يقدروا يقولوا؟ بص حضرتك احنا انا افتكر ان انا كان معايا بنت كانت متلعثمه في الكلام. طبعا القران الكريم بيدي فرصه كبيره جدا، لان احنا طبعا انت عارفه ده مخارج مخارج الحروف، طبعا احنا دارسينها كويس مخارج الحروف والصفات وكده، فبنعرف كويس أو ازاي نخرج الحرف صح. وكان في عندنا نماذج وما شاء الله وتعلموا ولسانهم بقى احسن وتدربوا ما شاء الله على القراءه وبقوا حلوين جدا، وطبعا بيجي طبعا بمساعده برضو الاهل في البيت. يعني ننصح بقى اولياء الامور نقول لهم ايه؟ والله هقول لك على حاجه، في مشكله بنشوفها مع اولياء الامور بقى بالنسبه لحفظ القران، ان ولي الامر فاكر ان هو مجرد ما يودي ابنه لدار التحفيظ هو خلاص كده الولد هيبقى صالح ويبقى ايه انسان كويس. لا، لازم يبقى في برضه متابعه. للاسف ان قليل جدا لما بنلاقي اهالي بتتابع اولادهم، يعني حتى بنتصل احنا عندنا بنحب نتواصل مع اولياء الامور دايما، لو في تقصير بنتصل بيهم بالتليفون. المفروض ان الاهالي مثلا بتطمن متابعه في متابعه ويكون في اهتمام الفتره دي اللي مع وجود لكن للاسف ان الاغلبيه اغلب الاهالي سبحان الله تلاقيهم كلهم يعني زهدوا هم فاكرين لان المفروض ان تعليم القران ده برضو رغم ان ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القران للذكر، لكن لازم الاهل يعملوا مجهود مع الطفل. طبيعي يعني التربيه لازم مجهود كبير. وعالم السوشيال ميديا اللي احنا داخلين فيه ده بقى طبعا حاجه صراحه محتاجين ان احنا جدا. نبذل مجهود اكتر، منافسه قويه جدا، ننصح اولياء الامور اكتر انتم تهتموا اكتر بحفظ القران وقراءته. وعايزه اقول لحضرتك على حاجه كمان، عايزه اقول لحضرتك على حاجه، القران الكريم لو ما كانش عند الاهل ليه اولويه كبيره استحالة ان الطفل هيحس بالأهمية او يسعى وراه. والأمن والأمان وكل حاجة، لأن القرآن ده صفة القرآن تحكيش. القرآن هو منهج حياة. لو القرآن ما فيش أولوية عند الأهل مش هياخدوا الخطوة ان هم يجيبوا الطفل لحضرتك. لا ممكن يكون لا اقول لحضرتك هيستسلموا ويودوه حضانة. لكن معنى ان هم اخذوا الخطوه ان هم يجوا لحضرتك عشان طفلهم يحفظ القران ويتعلم اصول الدين، يبقى اكيد دوت نابع من جواهم هم ان هم كمان عندهم هو اكيد عندهم. بس اقول لحضرتك حاجه، في فرق بين الامنيات
الامنيات والاحلام وبين الفعل والاجتهاد عشان احقق الامل ده. الخطوه دي خطوه برده كويسه، خطوه كويسه. اه يقدروا ان هم يودوا الطفل دار قران بدل ما يودوه حضانه. طب ايه الدعوه؟ هي خطوه كويسه. واقول لحضرتك على حاجه، ان احنا ملاحظين ان الفتره اللي فاتت دي، لان الاهالي طبعا شافت مشاكل كتير جدا من اولادها واتفاجئوا بحاجات غريبه بعد طبعا اكيد اكيد انت عارفه بقى انتشار الموبايلات والكلام ده، اتفاجئوا بمشاكل كتير جدا. فلقيت ان السنه دي اكتر سنه يجري فيها اعداد كبيره جدا مهوله من الاطفال ان هم مقبلين على حفظ القران. بس مشكله بقى الثانيه اللي هنرجع لها اللي حضرتك قلتيها من شويه، ان هو ايه، ان الاهل بتوديه بتقول له روح يحفظ قران، لكن مفيش متابعه، مفيش اهتمام. لا اهتم معايا وتابع معايا، ما انا برضو بعلم طفلك فانت جاهد وتابع معايا. يعني انا مثلا بكلمه عن اداب، مثلا ادب معين ان هو يتعلمه، المفروض ان السلوك دوت يطبقه في البيت. صح صح. والاهل تقول ان هو بقى كويس وكذا. المفروض برضو في دور، لان حفظ من غير تنفيذ ملوش لازمه. لان اهم حاجه تنفيذ. معانا مداخله الاستاذه الاعلاميه الجميله اسماء طنطاوي. اهلا بيكي. اهلا بيك، مساء الخير عليكم. اخبارك ايه؟ منوره الدنيا كلها الحمد لله. طبعا انا سعيده جدا 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 ان انا بتفرج على حكايه وطن والقيمه والقامه، اصدقائي اللي بعتز بيهم جدا. طبعا عاشور الله يخليك، وحشتينا جدا والله. ربنا يعزك استاذه شهيره حبيبتي، سيده الخير. ربنا يخليك يا رب سيدك. طبعا موضوع الحلقه رائع. الله يبارك لك. الله يبارك. رائع جدا، لان بجد احنا بدون الخير مش هنعرف نعيش في خير. اكيد. نعم نعم. وبدون كتاب الله مش هنقدر نكمل المسيره. حقيقي. الله عليك. فمن اتبع كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم نجح في حياته وارتاح نفسيا، حتى لو كان عنده مشاكل هو بينه وبين نفسه بتتحل باراده ربنا. نعم نعم. فبجد بجد موضوع الحلقه جميل ورائع جدا. بتمنى لكم كل التوفيق. وطبعا بشكر زميلي الغالي طبعا طبع طمعة عطا انه عمل لي المداخله الجميله دي. تمام. وربنا يكرمكم يا رب باذن الله، واشوفكم في تقدم مستمر ودايما في الخير وللغير. شكرا لك. العالميه الجميله. العالميه الجميله استاذ اسماء، متشكرين جدا بجد. وده شريط تقدير لنا طبعا. اهلا بحضرتك ودايما وحشتينا برضه، وحشتينا كتير والله. نعود مره ثانيه لاستمرار الحلقه، وهنقول سؤال كده، ايه الرساله اللي ممكن توجهيها لاولادك اللي في الدار من حافظ القران؟ عارف ان هم مستنيينك يعني. والله تيجي على عند نقطه ضعفي والله. انا بقول لك عايزه اقول لك ان اولادي اللي هم بحفظهم قران دول، يعني انا بحس ان هم حته مني والله. ربنا يبارك. انا ببقى في البيت بفكر فيهم، بحلم بيهم، بعيط لو افتكرتهم، يعني انا بحبهم. وانت جايه وعارفه اللي انت جايه، ايه الرساله اللي قالوها لك بعض الزملاء وبلغوها لك قبل ما تيجي؟ اولادي في الحفظ في حلقه القران، اول ما عرفوا ان احنا هنسجل حلقه كانوا كلهم هيتجننوا، علشان اولا يحضروا معايا، ما قلت لهم مش هينفع، قالوا لا لازم طب نعمل مداخله. نعمل مداخله ونكلمك ونقول لك كلمتين حلوين، احنا عايزين نقول لك كلام حلو قوي قوي كتير، وعايزين نقوله في الحلقه ان شاء الله. نجيبهم الحلقات الجايه نصور معاهم في دار السيد عائلين معانا باذن الله. باذن الله ممكن إن شاء الله. نروح. لا بس هم احنا ان شاء الله نستاذن، هنستضيفهم باذن الله. والله هم نفسهم يجوا فعلا، هم نفسهم يقابلوا لان دول والله. دول يقدموا لنا حاجه كمان من اللي حضرتك علمتيها لهم. لا وكمان يا استاذ شيرين بيهم جدا والله. شيرين احنا بنوصل رساله بيهم للاولاد اللي زيهم. نموذج هم يا جماعه، نموذج جميله محترمه، بتادي بتدي بتخدم، ونفسنا اولادنا يكونوا زيهم. بالمناسبه يا جماعه، انا خدت بنتي مره للدار عند الدكتوره، يعني وبجد قعدت معايا والله والله حصل، لقيتها بتقول لي انا عايزه اروح يا بابا على طول، رغم المسافه بس بعيده شويه، ومصممه كل يوم تصحى الصبح انا عايزه اروح احفظ القران. ما شاء الله. ربنا يبارك فيها يا رب. ربنا يبارك فيها طبعا. ربنا يبارك فيها يا رب. انا وعايزه اقول لك لاولادي بتوع الحلقه، انا ما شاء الله انا باخدهم اي مؤتمر باخدهم معايا. شفنا مريم في المؤتمر بتاعنا حكايه ووطن. معانا مداخله الحاجه ام احمد من القاهره. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. السلام عليكم. أهلا. انا بحفظ اطفال قران. الله اكبر. بس بحرص جدا ان هو مش حفظ بس، اقول لهم اللي بيحفظ القران ده كلام الله، ولازم يكون اخلاقنا كويسه زي اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا شايفنا، ما ناخدش حاجه مش بتاعتنا، ما نضربش اصحابنا، لازم يكون اللي يحفظ القران ده قول ايه ده، واد مؤدب، ده بنت مؤدبه، لازم السلوكيات دي مهمة جدا، عشان كده بحرص عليها. ربنا يبارك فيكي وما شاء الله عليك يا ام احمد، وربنا يزود منك يا رب. شرفنا. يا ربنا يبارك. برضه ميجي اللي كان شغلت لهم فيلم هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بيتفرجوا عليه بحكي لهم ايه الموقف دوت وايه الموقف دوت، ولازم يكون اخلاقنا كويسة،
حسنه وطيبه، ما مدش ده لحد، ربنا شايفنا من السماء. الله يبارك لك يا ام احمد، وبجد يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك وربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليك ان شاء الله. احنا عايزين نقول برضو ان القرآن هو منهج حياة وهو اصل لكل العلوم الانسانية. نعم. يعني لو دورت على العلوم الانسانية هتلاقي ليها اشارات كتير جدا في القرآن. عندنا في القرآن اشارات كتير جدا لعالم الطب، في عالم الفلك، في الاتيكيت والتعامل مع الاطفال، طبعا كل القرآن أو عندنا اشارات كتير جدا في كل المجالات، في التنمية البشرية عندنا. ومن القرآن رسالة ومن القرآن رسالة. احنا طبعا الوقت بيجري معاكم بسرعه بصراحه وبجد ان شاء الله هتبقى في حلقات والله كتير. جمال فعلا. عايز اوصل رساله برضو يعني لكل المسؤولين في مصر بمناسبه العام الهجري الجديد، كل سنه وانتم طيبين. وعايز برضو اوصل رساله ان في عندنا صراخات من نزع الملكيه الموجوده في والتباطؤ في استرداد حقوقهم، وخاصه في مناطق صفت اللبن وناهيه وكرداسه. وطبعا معانا الاوراق ورحنا قابلنا المساحه، بس يا ريت يستعجلوا للناس عشان حقوقها، وبرضو دي حاجه مهمه جدا. على النقيض يا جماعه، بنرجو تدخل كل الجهات المعنيه في منع تسكع الشباب لبيع المخدرات على الشوارع، ودي انتشرت بكتير جدا وبقت حاجه يدني لها الجبين. ونتمنى من كل الجهات، واحنا في ايديكم علشان نخدم. والختام مع الاستاذه شيرين بقى طبعا، عشان اتفضلي يا استاذه شيرين. في رسالة فريدة من نوعها تتحدث سيدات مصر بل عظيمات مصر. من قلب سيناء الحبيبة يتركنا رسالة إلى العالم أجمع، أن السيدة التي خلقت لتنظم الحياة تصنع هنا في سيناء حياة جديدة، رغم الصعاب ورغم المحن ورغم ما يمرون به، إلى أنهن يقمن بعمل جليل وهو إنشاء جمعية لإدخال السعادة على هؤلاء الذين حرموا بعض الشيء منها، لتأتي فاطمة نصار لتكون بداية الانطلاق من شمال سيناء. برضو سيدة خيرية بالمناسبة يا جماعة، وبرضو سيدة خير عشان بتساعد الغلابة هناك وكده، فلازم أن نبلغ رسالة. وبرضو بوجه رسالة لأهل تونس والإعلامية الجميلة الزميلة إن شاء الله اللي هتتواجد في القاهرة قريب، الأستاذة مريم تركي والأستاذة الدكتورة منار ديب من الإمارات. وان شاء الله هتبقى الحلقات اللي جايه ملحمه جميله جدا فيها الحب والتعاون. وبشكر كل الحضور، بشكر الاستاذه شهيره طبعا الفيشاوي، بشكر الاستاذه شيرين انديل، وبشكر دكتورتنا الجميله المحترمه الدكتوره وفاء بغدادي او وفاء مصطفى بغدادي عشان تحديد الالقاب. شرفنا بيك يا دكتور. شكرا لحضرتك. ان شاء الله لينا لقاء اخر.